ما ننفيها ابدا نهائيا. اقرا كتب وهذا ما تقرا كتب أبداً. اخر مره متى قرات كتاب؟ مستحيل انك ما مسكت كتاب. من زمان متى؟ طيب انت قلت 7 سنوات 6 سنوات كذا. اخر كتاب قراته من بالثانوي. ايش اسمه؟ رياضيات. لا كتب زي الناس. كتب والله مالي بالقراءة، ما قد قريت يعني. للأسف ما من زمان. من زمان يعني متى؟ يعني تقريبا 15 سنة. ها؟ 15 سنة. 15 سنة.